بالنسبة ليوم المباراة في بقى كذا مدرسة. المدرسة البرتغالية بيفضلوا اننا نعمل الوجبة الرئيسية بتاعتنا 6 ساعات قبل الماتش. يعني لو بنقول مثلا الماتش الساعة 9، كان البروف فريرا مثلا او مدربين قبل كده برازيليين زي باكيتا او كابرال، يبقى الغداء الاساسي مثلا بتاعنا هيبقى الساعة 3. ممكن ناخد سناك او وجبة خفيفة قبل ما نتحرك للاستاد بساعتين لـ3 ساعات. فدي مدرسة. المدرسة الانجليزي تختلف شوي. كان أليكس ماكليش مدرب محترم جدا، لكن بيفضل ان هو يبقى الوجبة الرئيسية ما تزيدش عن 3 ساعات 4 ساعات قبل المباراة. هنا بيجي الاختلاف بس في حتة ايه؟ هل اللاعب نسيبه ينام ولا يصحى يفطر؟ في لاعب يحب يفضل نايم لحد لما يصحى براحته، بعد كده يعني يفطر ما يفطرش مش مشكلة. فدي جزئية. في ناس او لا، بعض اللاعبين كانوا يوم المباراه ما بيحبوش شكله خالص، فده برضو خدنا وقت عقبال ما غيرنا هذا الفكر. لكن هو في المجمل احنا بنحاول ايه الطبيعي بتاعه، هو مريحه تمام كويس، وبنحاول نعوض اذا كان في بقى سوائل او مكملات يعني سليمه بالنسبه له، عشان ساعات بيبقى برضو معدته مش مستحمله من كتر التوتر اللي هو فيه.